إذا بالنسبة لك كامل النقاط اللي عطوك لجنة الحكام على 40 هي من بعد نتيجة التصويت، واش تنقيط الحكام غادي يشكل الفارق بالنسبة لكامل، وبالتالي الفرحة ديال مريم ما غاديش تكمل. ٢٨ زائد 7 نقاط ديال الأقراص هي 35 نقطة. إذن بذلك مريم هي الفائزة والحاصلة على لقب ديال ماستر شيف سينيور. بارك الله عليك. جا الشيف موحة عطاني اللقب والفرحت بزاف. لي كونديدا كيغوتو كيفرحو معايا، ماما كعنقتها وكنبكيو، وانا هي اول شيف في المغرب صغيرة فرحت بزاف. مريم مبروك عليك اول لقب ديال ماستر شيف جونيور، تبارك الله عليك. عندك جائزة 50,000 درهم. مريم اشنو هو الاحساس ديالك اللي انت فائزه ديال اول لقب ديال ماستر شيف جونيور؟ فرحانه بزاف، ولكن بغيت نقول لكامل ما يتقلقش، حيت منين ربحت انا قالت لي الا ربحت انا راكي بحال ربحتي حتى انت، ولا ربح هو كيف بحال ربحت انا. برافو عليك، بارك الله عليك.